سائل هنا يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة المال لمشروعي صدقة جارية؟ الزكاة المفروضة لا يجوز صرفها إلا للمصارف الثمانية التي جاء النص عليها في كتاب الله جل وعلا، والصدقة الجارية هذا ليست من المصارف المنصوص عليها. وعلى هذا لا يجوز أن تصرف الزكاة المفروضة في مثل هذه المشاريع، ولا في المصالح العامة، ولا في غيرها مما لا يدخل في المنصوص عليه. نعم. نعم، أحسن الله إليكم.